للمرة الثانية على التوالي تنزل الفنانة التونسية أمينة فاخر ضيفة على الجزائر، هذه المرة على ركح تيم جاد في سهرة ألهبت فيها مدرجات المسرح الجديد. يعني أنا شرف لي أني نغني اليوم في تيم جاد، سيتان غيف moi je trouve que معناتها ce soir ان شاء الله معناتها ربي حقق لي الحلم نتاعي هذايا. Moi, pour moi, la chose la plus importante, c'est de chercher une place. Je fais un pas pour trouver une petite place d'amour dans le public algérien. عائلة جزائرية تنقلت من أجل أن تعيش لحظات مع أثير حنجرة الفنانة التونسية، وأيضا من أجل استحضار بعض الأغاني للراحلة وردة الجزائرية. كما تعرف هي فنانة معروفة لدى يعني لدينا، وهي كما قلت من قبل شرفتنا. أنا غنيت أغنية وردة الجزائرية. إذن هي سهرة أخرى تنقضي من عمر مهرجان تيم جاد في انتظار المزيد من المفاجآت التي تحملها السهرات القادمة.